السلام عليكم احبائي متابعينا الكرام، محدثكم زكريا الانصاري. اليوم انا بصحبه رائد المقام العراقي استاذ نمير الناظم. اطلب من عندك استاذ نمير مقام الحديدي مختصر، يعني ما نريده كامل وفروع وكذا، بس هيك نموذج، لانه طالبين من عندي جماعه، فاريد حديدي مختصر خاصه هذا الجزهيري مال الناس بالعيد هالهله. والله استاذ زكريا تعرف اني ما قصرت نهائيا. بلي اولا احنا بمكان يعني غير لاق، صوت الاسعاف وصوت السيارات تعبتنا اي للاسف، لكنه احنا خدمه للتراث على قد ما اقدر. هسه راح اسوي اي ريد مختصر بسيط من عند احنا. لا يبل لا بل لا يبل لا بل لا يبل لا بل لا 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 يبل قلبك وقلبي يا عيوني الناس بالعيد، الناس بالعيد من كثر الفرح الهلت. واني دموعي دم فوق الوجن هالهلت. يا أمي من حر نار الجوى، من حر نار الجوى ثياب الصبر هالهلت. خلتن عيشي صفة بدورهم، كوكب سعودي أفل من غابة بدورهم. يا أبا يا أبا يا أبا يا أبا يا أبا يا عيوني، كوكب سعودي كوكب سعودي أفل من غابة بدورهم. من ويل بعد أنا ما أتذكر الزهيري ولا كان كملت لك يا حقيقة، يعني وصوتي تعبان، يعني شوف أريد أصعد جواب، أريد أصعد ميانة، أريد أتصرف أكثر. لا أنا ممنون جنابك، لأن أنا أدري بك أنت عندي عمل يومي، إضافة أنت يعني جاي من وقعة صحية وإن شاء الله الشفاء العاجل. الله يخليك، هذا الاستبراد اللي عندك أدري بيأثر على دردومك وعلى بالعومة. دمرني مو بس لي، دمرني ودمر الناس كلها يعني، ودي يتكرر عندنا، وأنا التراب عندي حساسية أكيد يأثر جدا. إن شاء الله المرة القادمة أقدم لك إياه بشكل كامل إن شاء الله. يبارك لنا بعمرك أستاذ نمير الغالي. الله يعزك، الله يديمك، شكرا جزيلا حبيبي الغالي، مع السلامة.